سمعية وبصرية. عايش كوبات ميه يا ابني. سميها هلاوي السمعية وبصرية في العلم. اذا اللي حضرتك دول بينزلوا الملائكة؟ افهم من كده ملائكة؟ انا مش هسميهم لان انا اذا كنت انا بتكلم و يعني شايف هجوم عليا ما هو خلي بالك الهجوم هنا مش شخص. خلي بالك معلش، ولو اي طبيب موجود معانا في هذه الجلسة وانت ادرى مني بذلك هيكون نفس الحوار. هناك دائما صراع ما بين العلم له رأي وله مناهج علمية، والطبيب ياخد 5 سنين عشان يخش كلية الطب وياخد سنة امتياز وبعدين ياخد فترة عشان ياخد الماجستير وبعدها الدكتوراه ويبقى طبيب مؤهل للعلاج. فلما نيجي نقول في لحظة من اللحظات ان انسان معهوش اي مؤهلات لكنه يستطيع ان يعالج امراض عجز الطب حتى الان ان يعالجها، وانه يستدعي اناس لا نراهم والاناس دي اللي بتعالج، بالتاكيد لازم نقف ونتكلم ونتناقش. فارجو يبقى عندك ساعه صدر ورحابه صدر ان ترد وان تفند، لان اللي قاعدين معاك غير مقتنعين بفكره ان هناك اشخاص او اناس لا نراهم يقومون بذلك. وده شيء انت لو بدلت الاماكن هتفترض نفس الافتراض. انت واللي قاعدين معاك ايديهم لا بتترفع لفوق ولا بتنزل لتحت. بس انا ليا اسمح لك سؤال. اسمح لي اكلم الراجل. طيب يعني اتكلم يا استاذ عمرو بالتنسيق يا اما احنا يهمنا ان نصل الى المعلومات. انا دوري بقى ايه بعد ما بينزلوا دول؟ سميهم زي ما تسميهم. كل واحد انت استشهدت بصوره النحل يبقى ملائكه. ماشي مظبوط. علينا انت استشهدت بصوره النحل. انا مش هقول ملائكه. ما انت قلت ملائكه. انا مش هقول ملائكه، انا بقول لك الايه دي وفسروها على ما طيب. بالكم يعني احنا عايزين نفند الكلام ده. نفند الكلام ده. انا عليا دور. عارف انا اجيب الشاي والميه السخنه والسكر اقلب اديك كوبايه شاي، بيطلع ازاي شاي انا مش بتاعتي. فاهم كلامي؟ انا دور اجي لك لحد بيتك، في بيتك مش في بيتي. طب انت قلت لي حضرتك انك انت بتعالج الامراض، قلت لي الكانسر وايه تاني؟ كل الامراض. طيب وايه تاني بتعمل ايه تاني؟ انا كل اللي عليا نازله للدكاتره دي، اخد اسمك ماشي، اسم الدكتور اللي دخل وتخصصه وهيخرش اخش عندك دلوقتي ولا امتى دخل دلوقتي، اعرف هياخد هيخرج امتى من عندك. طلباتك ايه؟ انا عارف الطلبات بتاعته. ازازه ميه هبعملها لك. بيني وبينك بعد كده التحاليل والاشاعات دي اللي تفصل بيني وبينك بعد المده اللي انا حددها لك قدام عينك. والكلام ده على فكره بيبقى في قلب بيتك او في بيت دي او في بيت ده او في بيت ده. انا مش صغير، انا مش جاي اتمرن عندك. لك تعقيب اتفضل. طيب انا بس اسال سؤال بس، وارجو ان احنا الاشاعات والتحاليل بتعملوها فين؟ هو يعملها بقى براحته، المريض يعملها. في اي دكتور بقى يعملها ليه؟ طب ما خلاص ما هو كل حاجه مش لازم يتاكد. مش لازم اتاكد يا دكتور عمرو. واحد بيقول دلوقتي انا تعبان. اللي بيفصل وياكد اذا كان خف ولا لا ايه؟ مش التحليل. طب ما يعملوا هم بقى يكملوا يا سيدي. لا الانسان اللي انا بقلبه عايز يطمن. مش دول ناس ليهم قوه خارقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هم دول بيخلصوا، دول يخلصوا. انت تطمن ازاي؟ اشعه عليه ولا حاجات من دي؟ هم مش عايزين اشعه. انت لازم تعمل اشعه عشان تطمن انت بنفسك بقى. لكن هم ما بيحكوهاش. هم انا هم خلصوا خرجوا. طب ايه رايك اقول لحضرتك بقى؟ معلش ثواني يا دكتور اكمل كلام. اسم الشيخ عزت. عزت اسم ها يا شيخ عزة. تعال انا دكتور عز. يا دكتور محمد يعني احنا مش هنقف عند الاسماء. انا اسف. انا عايز بس مؤهل انادي بيه الاستاذ عزة. انا عايز مؤهل السيد عزة. يعني احنا ارجو يعني اتفضل في الكلام. اتفضل خلي بالك انا مش يعني اتفضل احنا مش هنقف عند الشكليات. يعني ارجو ان يعني الالقاب محفوظه. الالقاب محفوظه. لو قفلنا المستشفيات بسك سؤال، لو قفلنا المستشفيات وانت الدكاتره بتوعك يجوا يعالجوا ونوفر ميزانيه وزاره الصحه ونوفر ميزانيه كليات الطب، ايه رايك في السؤال ده؟ للاسف انا بعالج الناس الاكس اكس 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 لارج، الناس المستوى الهاي الهاي. لا معلش الغلابه. معلش الغلابه ليه؟ بس الغلابه الناس هيتهموني ان انا بستغل جهل الناس وضعفهم. خليك معايا، انا بتعامل مع المثقفين بس. لو انت كنت لسه المره اللي فاتت المجتمع تقول اقطع السنه المثقفين واهل العلم. سمعنا يا دكتور عمرو. انت قلت الكلمه دي ولا لا يا عز؟ لا ما حصلش. قلتها؟ ما حصلش. ده متسجله عندك يا دكتور عمرو. انا قلت انا بقول الكلام ده ان دي رحمه من ربنا لاقطع السنه المثقفين واهل العلم. وانا مستعد لاي حاجه. متسجله عندك. انا لسه يعني طيب يعني ايه الاكس اكس لارج او اكس اكس هاي؟ يعني افهمك ايه المقصود؟ صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام. في ناس عارفه ان الناس الروحانيين دول ناس يخش يقرا عليك شويه وتدي له هو ماشي 100 جنيه 50 جنيه وكتر خيرك يا حاج، خد اللي شويه البسكوت دول معاك، خد شويه الكحك دول معاك. ما ماشي. انا لا، انا بتعامل مع ناس طبقه مثقفه تبقى فاهمه انا بعمل ايه، تبقى شايفه ايه اللي بيحصل. انا جاي اعالج الدكتور ده دكتور. لما اجي اعالجه هو شايف انا بعمل ايه. حضرتك فاهم قصدي؟ انما الناس عفوا يعني الناس الطيبين او الغلابه او بالبلدي بقى كده
دول ما ينفعش تعمل معهم. ومين عليكم دول بقى؟ ليه؟ ليه بقى دكتور عمرو؟ لان هيتهموني ان انا بستغل الناس الغلابه وباخد منهم. انا ما بشتغلش لا للمصريين ولا للناس الغلابه، انا بشتغل في مصر هنا للصفوه، للناس الثقيله قوي قوي قوي.